حتى يتبين لهم أنه الحق. مخلوق نعرفه جيدا أيها الأحبة، ولكن حتى هذه اللحظة لا زال العلماء يجهلون الكثير عن أسرار هذا المخلوق، إنها العاديات أو الخيول. هذه الخيول أيها الأحبة الحقيقة يعني من أغرب الاكتشافات أن العلماء كشفوا وجود أنظمة للتكييف في رأسها، في رؤوس الخيل هناك أجهزة أو أنظمة مسؤولة عن تبريد الدم، ولولا هذه الأنظمة لم يتمكن يعني هذا الخيل من العدو سريعا. هناك ميزات كثيرة أيها الأحبة كشفها العلماء في هذا المخلوق حديثا جدا، ولكن القرآن سبق للإشارة إليها بشكل مذهل. لذلك دعوني أتأمل معكم هذه الدراسات العلمية عن الخيول وما كشفه العلماء حديثا. ففي دراسة علمية لجامعة ألمانية نورتينغن جيسلغن وجامعة سانت أندريوس البريطانية، طبعا نشرت في شهر مايو عام 2017، هذه الدراسة أيها الأحبة تؤكد أن الخيول تتعلم من خلال مراقبة تعابير الوجوه البشرية، وهذه نتيجة مفاجئة وغير متوقعة للباحثين الذين أبدوا استغرابهم من القدرة الهائلة للخيول على قراءة الوجوه. فالخيول تميز التعابير على وجوه البشر، بل إن الدراسات أثبتت أن الخيول تتعلم من البشر من خلال مراقبة الوجوه. أما الشيء الغريب أن هناك نظاما للتكييف معقد جدا عند الخيول تستخدمه أثناء العدو السريع. سبحان الله، نتذكر هنا أن الله أقسم بالعاديات. ففي دراسة نشرت في مجلة الطبيعة الأمريكية الشهيرة يقول علماء كنديون إن رؤوس الخيول تتمتع بنظام تبريد ذاتي عندما ترتفع حرارتها أثناء العدو. طبعا أثناء الركض السريع أو العدو السريع ترتفع درجة حرارة الدم بشكل كبير، لذلك فإن الخيول تتمتع بنظام تشريحي غير عادي يوجد في قاع الجمجمة يعمل على تبريد الدماء التي تصل إلى المخ. فالحيوانات الرياضية كالخيول يجب أن تظل درجة حرارة رؤوسها أقل من 40 درجة مئوية خلال التدريبات العنيفة، وإلا تعرضت إلى تلف في المخ وربما إلى انهيار يؤدي إلى الموت. وقد كشف هؤلاء الباحثين أن الشرايين السباتية التي تنقل الدم إلى المخ يحيط بها كيسان، يعني هناك أكياس هوائية أيها الأحبة، كيسان يحتويان على كمية من الهواء تقدر بحوالي 300 إلى 500 ميلي جرام من الهواء القادم من الجهاز التنفسي. فعندما يجهد الحصان ويتعرق تتحول الحرارة في الدم إلى أكياس الهواء هذه، يعني تنتقل تعمل مثل مبادلات حرارية. وأظهرت التجربة أن درجة الحرارة انخفضت بعد مرور الدم في هذه الأكياس الهوائية. ويقول الباحثون إن أهم صفة تميز الخيول أنها تعدو لمسافات طويلة جدا وبسرعة كبيرة دون أن يسخن دمها، ولولا هذا النظام المتطور في التبريد لأتلفت أجزاء مهمة في دماغ الخيل وربما يموت على الفور. سبحان الله، لذلك الله عز وجل أقسم بهذه الصفة، قال والعاديات ضبحا. والضبح طبعا حسب قاموس المعاني أيها الأحبة هو صوت أنفاس هذه الخيول أثناء العدو السريع. سبحان الله، يعني هذه الخيول أيها الأحبة أقسم الله بها في قوله عز وجل سورة كاملة اسمها سورة العاديات، وأقسم بالظاهرة
لم يسميها الخيول، يعني الله تعالى لم يقل والخيول ولم يقل والأحصنة، بل أقسم بالصفة التي تميز هذه الخيول والتي لولاها يعني لهلكت، صفة العاديات. سبحان الله. طبعا من الأبحاث الغريبة أيها الأحبة ما كشفته دراسة غربية أجريت على الخيول التي تتوسط الحشود وتتوسط الجماهير، وكانت المفاجأة أن قلب الراكب بدأ ينبض بسرعة كرد فعل طبيعي، بينما الخيول لم تستغرب وبقيت تقريبا دقات القلب لدى الحصان ثابتة، مما يدل على أن الخيل يستطيع أن يتوسط الجموع من دون أي مشاكل أو أي خوف. سبحان الله، هذه الميزة موجودة فقط في الخيول. يعني الدراسة أيها الأحبة وجدت أن الخيل لا يستغرب، على عكس بقية الكائنات، عندما يجتمع عدد هائل من الناس عشرات الآلاف فإن هذا الخيل يستطيع أن يتوسط هذه الجموع وهذه الحشود دون أن يظهر أي أثر على مستوى دقات قلبه أو على مثلا دماغه بعد مراقبة الدماغ، لا يظهر أي شيء. فهذه ميزة للخيول أنها تتوسط الجموع دون أن يحدث لها أي استغراب أو أي خوف أو قلق أو مشاكل. الله تبارك وتعالى كيف أشار إلى هذه الجزئية تحديدا في سورة العاديات؟ قال تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. يعني ميزت أن الخيول تتوسط الجموع كما رأينا دون أن تخاف أو تضطرب، هذه ميزة وضعها الله في الخيول. وميزت العاديات التي تميز هذه الخيول، تتميز عن كل الكائنات، لا يستطيع حتى الوحوش، تتعب بعد مسافة معينة، ولكن الخيل يستطيع أن يمشي لمسافات طويلة جدا وبسرعات كبيرة دون أن يتأثر بسبب وجود نظام للتبريد في رأسه. سبحان الله. من كان يعلم زمن النبي أيها الأحبة عن هاتين الصفتين، صفة العاديات أو السرعة أو العدو السريع، وصفة توسط الجموع دون أي مشاكل؟ إنه الله تعالى الذي جعل هذه الآيات معجزة تشهد على صدق كتابه في هذا العصر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.